السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في شرح جديد على أرباح. في هذا الفيديو سأقدم لكم تطبيق لربح العملات الرقمية مجانا يدعم السحب على منصة الباينانس. هو من أفضل التطبيقات لشحن حسابك على باينانس بشكل مجاني. يمكنك ربح عملة USDT، البيتكوين، الإثريوم، BNB والريبل. طرق الربح سهلة جدا: لعب الألعاب، إتمام المهام، الإجابة على الاستطلاعات. التطبيق موثوق والحد الأدنى للسحب كذلك منخفض. إن شاء الله في هذا الفيديو سأشرح لكم كيفية التسجيل في التطبيق، طريقة الربح منه، وكيفية سحب أرباحك على منصة الباينانس. لكن قبل البداية في الشرح، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ادعمنا عبر مشاركة الفيديو مع أصدقائك، ولا تنسى وضع لايك. سأترك لكم رابط تحميل التطبيق في صندوق الوصف مع رابط شرح منصة الباينانس لسحب أرباحك. بعد تحميل التطبيق وتثبيته على هاتفك، قم بفتحه. ستجد هذه الواجهة: Earn Free Crypto. يمكنك الحصول على البيتكوين، الإثريوم، USDT وعملات أخرى. كذلك يمكنك مسح البطاقات والحصول على النقاط التي يمكنك تحويلها إلى عملات رقمية. كذلك يمكنك زيادة أرباحك من الريفيرال أو دعوة الأصدقاء. المهم، اضغط على السهم باللون الأبيض. بعد ذلك قم بالتسجيل من خلال حسابك على جوجل. اختر الإيميل الذي تريده الموجود على هاتفك، وستظهر لك هذه الواجهة مباشرة. طبعا ستحصل على 100 كوان أو 100 نقطة. بالنسبة لفكرة التطبيق، تقوم بجمع النقاط أو الكوان ثم تحولهم إلى أي عملة رقمية تريده. الطريقة الأولى في الربح هي لعب الألعاب. سنضغط على Play Now. في البداية يجب أن تضغط على Accept أو تعطي الصلاحية للتطبيق. تختار اللعبة في المرحلة الثانية، وفي المرحلة الثالثة تلعب وتحصل على الكوان أو النقاط. اضغط على Continue. من ثم هنا اضغط على Accept. بعد ذلك اضغط على Accept لإعطاء الصلاحية للتطبيق. ثم سيوجهك إلى الإعدادات الخاصة بهاتفك. تبحث عن اسم التطبيق ام كريبتو وتفعل هذا الخيار. عندما تلعب الألعاب يقوم التطبيق بتتبعك ويعطيك النقاط. بعد ذلك طبعا سندخل مرة أخرى إلى بلاي جيم. في اليو أب تجد الألعاب التي قمت بتثبيتها سابقا. في ديسكوفر تجد الألعاب التي يمكنك تحميلها الآن. مثلا هنا توجد هذه اللعبة ماين، يمكنك تحميلها على هاتفك، وكلما لعبت تحصل على نقاط. طبعا الإجمالي الذي ستحصل عليه من هذه اللعبة 2873 نقطة. سنضغط على اللعبة أو نضغط على بلاي ناو، ثم سيتم توجيهنا إلى متجر جوجل بلاي. سنضغط على انستول لتحميل اللعبة. بعد ذلك ستجد ألعاب أخرى فقط هذه اللعبة الأولى التي ستجدها عندما تقوم بتحميل التطبيق. من ثم سنعود مرة أخرى إلى التطبيق. كذلك توجد طرق أخرى لربح من التطبيق، وهي أب تاسك، كمال العروض والمهام، وكذلك سيرفي أوفر. إذا ضغطنا على أب تاسك تظهر لنا مجموعة من شركات العروض أو المهام. اختر الشركة التي تريدها وقم بإتمام المهام لجمع النقاط. إذا ضغطنا على سيرفي أوفر ستظهر لنا كذلك شركات خاصة باستطلاعات الرأي مثل CPX سيرفي أو بوليفيش أو بيت سيرفي. قم بالضغط على ستارت، وإذا وجدت استطلاعات متاحة قم بإتمامها. طبعا الاستطلاعات متاحة حسب البلد أو المنطقة التي تعيش فيها. دائما قم بتفقد هذه الشركات، إذا وجدت استبيانات قم بتنفيذها. سنمر الآن إلى سكراتش إيت أو مسح البطاقات، طريقة أخرى جيدة للربح من تطبيق أهم كريبتو. سنضغط عليها من ثم هنا سنقوم بمسح هذه البطاقة. طبعا سأريكم كيفية الحصول على البطاقات. وكما تلاحظون حصلنا على 399 كوان. How to earn a scratch card، يعني كيفية الحصول على البطاقات. كما تلاحظون تقوم بتحميل الألعاب، تلعب اللعبة لمدة دقيقة وتحصل بكل بساطة على بطاقة يمكنك مسحها والحصول على مجموعة من النقاط. طبعا كل لعبة جديدة عندما تحمل اللعبة للمرة الأولى قم بفتحها لمدة دقيقة وستحصل على بطاقة يمكنك مسحها. طبعا سنعود إلى هذه اللعبة ثم سنضغط على بلاي. سأريكم كيف تحصلون على النقاط وكيف تجمعون البطاقات. بالنسبة لهذه اللعبة فقط يعني عليك جمع هذه الكوام ثم تصل إلى الباب الموجود في الأسفل. المهم بعد ما لعبنا اللعبة لمدة دقيقة،
ثم سأريكم النقاط التي حصلنا عليها، سأجدها في الإشعارات كما تلاحظون أمامكم. هذه جميعها نقاط حصلنا عليها عندما لعبنا اللعبة، 45 نقطة، 47 وإلى آخره. كذلك حصلنا على بطاقة لأننا لعبنا اللعبة لمدة دقيقة، سنضغط عليها من ثم سنقوم بمسحها، وكما تلاحظون حصلنا على 225 نقطة. كذلك يمكنك زيادة أرباحك عبر الريفيرال، اضغط على انفايت ستجد ربط لحالة الخاص بك، يمكنك مشاركته مع أصدقائك أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وستحصل على أرباح إضافية 1000 كوان على كل إحالة، وكذلك 10% عمولة. بالنسبة لطريقة سحب الأرباح كذلك هي سهلة جدا، تضغط على ريديم، تجد هنا العملات الرقمية المدعومة USDT، بيتكوين، إثيريوم، BNB والXRP. نختار مثلا USDT، حد الأدنى للسحب 500 نقطة تعادل 0.05 دولار. كذلك يمكنك السحب بمبالغ أخرى حتى 10 دولار، تختار المبلغ الذي تريد الحصول عليه مثلا 0.05 USDT، من ثم تقوم بإضافة البريد الإلكتروني الخاص بحسابك على منصة الباينس، وبعد ذلك تضغط على Submit Request. تصلك الأرباح في أقل من 24 ساعة، طبعا التطبيق موثوق بنسبة 100%. يمكنك كما ذكرت السحب بعملة البيتكوين كذلك، اختر العملة التي تناسبك طبعا حسب الحد الأدنى للسحب. أنا الآن يمكنني السحب من التطبيق لكن أريد أن أصل إلى 5 دولار أو 10 دولار، من ثم سنقوم بالسحب من التطبيق. المهم سأترك لكم رابط تحميل التطبيق في صندوق الوصف مع رابط شرح منصة الباينانس. إذا أعجبك الشرح شاركه مع أصدقائك ليستفيد الجميع. إذا كان لديك أي سؤال اتركه لنا في التعليقات، ونلتقي في شرح جديد إن شاء الله.